الواد اللي ثانوية عامة اللي مسك عين البوتاجاز الكبيرة وولعها وقعد يصلي قدامها لأنه بيعبد النار طول الليل ويقول لها نجحيني لأنه مجوسي. مش مشكلتنا، مش بيعبدنا احنا، إنما مشكلتنا لما يجي حد يجور على حقه كإنسان. السباك شغلانته يصلح كوع، الدكتور شغلانته يصلح ركبة، أما الكلمانجي زي الشيخ مثلا في الجامع شغلانته إن هو يعرف الناس حقوقها ويدافع عن حقوق العلماء اللي هم ورثة الأنبياء. دول الناس ما بيقبضوش، زي كده ما الأنبياء كانوا بيقولوا لا نسألكم عليه من أجر. كلنا عارفين القصة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام، واحد عربي دخل الجامع وطرطر على جنب، وبعد الصلاة محدش من الإخوة قال السلام عليكم يا إخوانا، في بس تنبيه بسيط مش عايزين حد يطرطر على جنب في الجامع عشان إحنا بنسجد على الأرض دي وعايزين نخليها طاهرة. الجامع ده لما يكون بيت ربنا يعني بيت ربنا، مش من حق حد إن هو يمنع حد، ولا من حق حد يقول أنت مش مسلم، ولا من حق حد إن هو يرفض طوبة حد، ولا يمنع إماء الله إن هم يخش معرية شعرها مش معرية شعرها، بتسجد لله، بتسجد على خشبة، بتسجد على طوبة. ولا اللي خالق الناس هو اللي بيحاسب الناس، وهو اللي هيحاسبنا كلنا قدامه واحد، كلنا قدامه بني آدم، احنا بندافع عن بني آدم. السباك الاول ما يشوف كوع الحوض مسدودة يقعد يقول انتوا عالم وسخة، ولا الدكتور اللي حد يروح له يقول له انت معفن سايب الصديق كده ليه، ده انت راجل وسخ، برضه ما ينفعش. الشيخ برضه اللي يقعد يشتم في الناس وما يصلحش يبقى يترفد ملوش لازمة. ايوة المركز ده ما هوش مركز للمسلمين بس، المركز ده مركز اي حد بيلتحي بيه، بيعرف الناس حقوقها اللي ربنا ادهالها واللي ربنا ضمنها لها.